أهلا بكم في هذه التغطية المباشرة لآخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة. تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن الاتصال تضمن تأكيد الرئيسين لقوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة والحرص على مواصلة تطويرها في كافة المجالات. وفيما يتصل بالأوضاع بالمنطقة، حرص الرئيس الأمريكي على توجيه الشكر للرئيس المصري على دور مصر في الوساطة المشتركة التي أدت إلى التوصل للهدنة الإنسانية بقطاع غزة، مثمنا الجهود المصرية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدا رفض الولايات المتحدة القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية. وأكد الرئيس المصري من جانبه أن الجهود المصرية تأتي في إطار حرص مصر على حقن الدماء وتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشددا على ضرورة العمل على البناء على الهدنة الإنسانية الحالية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإغاثية والوقود لجميع مناطق القطاع. كما أكد الرئيسان أهمية العمل في اتجاه الحل السياسي للقضية الفلسطينية استنادا إلى حل الدولتين. هذا وقد اتفق الرئيسان في ختام الاتصال على استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين لتحقيق الاستفادة من الهدنة الحالية بما يدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الأستاذ أحمد الطهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف والخبير في الشؤون الأمريكية. أستاذ أحمد، أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. يعني بداية، الجميع كان ينتظر هذه الهدنة الإنسانية وأيضا تبادل المحتجزين، وهذه بالتأكيد جاءت من الجهود المصرية الحثيثة منذ بداية الأزمة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار أو هدنة إنسانية لإعطاء الفرصة للغزيين لمتابعة حياتهم. بالتأكيد أستاذ أحمد، نستعرض مع حضرتك الجهود المصرية والتي تكللت بهذه الهدنة. مساء الخير على حضرتك، تحياتي ليكي ولكل السادة المشاهدين. كما تفضلتي، النجاح المصري فيما يخص مرحلة المشهد الراهن والوصول إلى الهدنة الإنسانية لم يأتي صدفة، وهذه الهدنة الأمل منها الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار. ولكن دعينا أن نتوقف أمام المباحثات الهاتفية التي جرت منذ قليل أو انتهت منذ قليل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن. واقع الأمر إذا نظرنا بقدر من التدقيق إلى هذه المباحثات، هذا هو الاتصال الرابع أو المباحثات الهاتفية الرابعة بين الرئيس المصري والرئيس الأمريكي منذ بدء عهده في 7 أكتوبر الفائت. إذا رجعنا إلى المباحثات السابقة سنجد في كل مرة تطور في الموقف الأمريكي. سنجد أن الموقف الأمريكي بدأ في بداية الأمر في غاية التشدد، ثم اتسم بقدر من المرونة وصولا إلى نقطة الاتزان. هذه النقطة هي إعلان الأمريكي جو بايدن بشكل واضح وبشكل قاطع رفض الولايات المتحدة التهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى هذا عقود الولايات المتحدة مرة أخرى نقطة ارتكاز ونقطة في هذا الملف بشكل آخر. الأمريكي عن الساحة الداخلية الأمريكية من جهة، وعن الساحة الإسرائيلية الداخلية من جهة أخرى، وكذلك لا يمكن أن يغيب عنا هذه المباحثات بعد أيام طويلة. الموقف
المصري بالقوة والوضوح والثبات، وتجلى هذا الموقف بجلسة مجلس النواب المصري يوم أمس، وقد كانت الأمة المصرية كلها. أستاذ أحمد لم نسمع بصورة جيدة، يعني في اتصاله بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن رفض الولايات المتحدة القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية، كيف ترى أهمية هذا التأكيد وفي هذا التوقيت؟ ما أقوله أن بهذا التصريح تكون الولايات المتحدة قد عادت مرة أخرى إلى نقطة اتزان. هذه هي المكافآت الرابعة منذ اندلاع الأزمة في 7 أكتوبر ما بين الرئيس المصري والرئيس الأمريكي. ما توافر لدي من معلومات أن هذا الاتصال تحديدا أو هذه المباحثات الأخيرة استغرقت نحو الساعة. هذه المباحثات شهدت تحولا واضحا في الموقف الامريكي، وبالتالي اذا نظرنا الى هذه الصوره، اذا نظرنا الى مجمل المباحثات على مدار الايام الماضيه ما بين القاهره وواشنطن، سنجد ان الولايات المتحده تعود مره اخرى كدور فاعل، كدور مؤثر في هذا الملف. وبالتالي هذا ما يعزز من فرص أن تكون هذه الهدنة بداية للغاية المطلوبة بوقف دائم وفوري لإطلاق النار من الجانب الإسرائيلي وأيضا من قبل الفصائل الفلسطينية. ما أقوله أن هذا التطور في الموقف الأمريكي لا يمكن فصله بحال من الأحوال عن المشهد الداخلي الأمريكي، والذي يستعد لانتخابات رئاسية في نوفمبر 2024، لا يمكن فصله عن المشهد الداخلي في إسرائيل وما يواجهه نتنياهو من متاعب، لا يمكن بحال من الأحوال أن نستعد به أيضا عن صلابة الموقف المصري طيلة الأيام الماضية، يمكن أن نستعد به عن ما جرى بالأمس في مجلس النواب المصري. هذه الصلابة في الموقف المصري، هذا التغير في الموقف الأمريكي يؤكد مرة أخرى أن مصر هي نقطة الارتكاز الإقليمي، وهي الضامن بأمن المنطقة، وهي الضامن لثوابت والحفاظ على ثوابت القضية الفلسطينية. ما جرى في مباحثات واللي قلت لحضرتك قبل قليل انها استغرقت نحو الساعة كاملة، يؤكد حال من الأحوال أهمية العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن في ضبط الأمن الإقليمي بشكل أو آخر، ونزع فتيل أزمة كادت أن تؤدي بهذا الإقليم إلى نقطة انفجار. نعم أستاذ أحمد، يعني بالتأكيد هذا الاتصال والموقف الأمريكي يؤكد على دور مصر المحوري في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وهذا ما أكد عليه بالتأكيد الرئيس الأمريكي. أيضا عندما نتحدث عن إدخال المساعدات الإنسانية، لم تكن لولا الموقف المصري الصلب في ضرورة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. إذن لعبت مصر دورا محوريا هاما، وتجلى ذلك في قمة القاهرة للسلام والتي تم فيها البحث، وكان يعني وجهة النظر المصرية أبعد من وقف إطلاق النار، وإنما الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. اليوم تعود يعني مصر من خلال هذا الاتفاق أيضا إلى التأكيد على أنها حامية وهي التي تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. أيضا كان هناك تأكيد من الرئيس الأمريكي وتثمين للدور المصري في إدخال المساعدات، نتحدث عن هذه الجزئية أيضا. يعني إذا نظرنا كما تفضلت حضرتك بداية من قمة القاهرة للسلام، هذه القمة إذا عدنا إلى توقيت انعقادها كانت ضرب من ضروب المستحيل في تغيير البوصلة في الخطاب الدولي المنحاز تماما
إلى إسرائيل آنذاك. لولا قمة القاهرة ما كانت هذه البوصلة قد تغيرت إلى هذا النحو. لولا صلابة الموقف المصري، مصر خضعت للكثير من الابتزاز، سواء ابتزاز سياسي، سواء ابتزاز إعلامي، سواء مزايدات وما إلى ذلك، لكي تكون طرفا في تصفية القضية الفلسطينية. الموقف المصري كان واضحا منذ اللحظة الأولى أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية. مصر هي أول من أعلنت الرفض لتهجير الفلسطينيين داخل أراضيهم أو خارج أراضيهم. الوصول الآن إلى هذه الهدنة مع إتمام عمليات تبادل المحتجزين والأسرى سواء من جانب الفصائل الفلسطينية أو عفوا من جانب الجانب الإسرائيلي، الأسرى الموجودين في السجون الإسرائيلية أو المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، مع إتمامها يمكن بناء ما هو أبعد. هذا الموقف الأمريكي يشجع على البناء على ما هو أبعد. هذا الموقف الأمريكي يؤكد أيضا أن الانحياز المبالغ فيه في بداية الأزمة من قبل الإدارة الأمريكية لم يؤتي ثماره انتخابيا أيضا في الداخل الأمريكي، أخذا بعين الاعتبار استطلاع رأي جرى أمس في عدد من الولايات المؤثرة. لم يحظى الرئيس بايدن بالمأمول في هذا الاستطلاع، وبالتالي تعود واشنطن مرة أخرى إلى نقطة الاستبداد. نعم، يعني أريد أن أشكرك الأستاذ أحمد الطهري، رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف والخبير في الشؤون الأمريكية، على كل هذه التفاصيل. وينضم إلينا من واشنطن رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية. رامي، بعد التحية، يعني الرئيس الأمريكي جو بايدن وقد رحب باتفاق الهدنة الإنسانية في غزة، مشيرا إلى أن الاتفاق يجب أن يعيد المزيد من المحتجزين الأمريكيين. ضعنا في تفصيلات ردود الفعل الأمريكية تجاه هذا الاتفاق. مرحبا رغدة، يعني دعيني أولا أبدأ من الاتصال الهاتفي الأخير ما بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. هذا الاتصال الذي بدأه الرئيس بايدن بتوجيه الشكر بشكل شخصي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للجهود التي قامت بها مصر في هذا الملف، خاصة وصولا إلى الهدنة الأخيرة التي تم الاتفاق عليها والتي سيتم بمقتضاها إطلاق سراح عدد من المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، بالإضافة إلى دخول أو زيادة وتيرة دخول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة. كان الرئيس بايدن قد وجه هذا الشكر في بيانه الذي أصدره البيت الأبيض صباح اليوم، ولكنه أراد أن يكون هذا الشكر أيضا أن يوجه شخصيا إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من خلال هذه المكالمة الهاتفية. وفي هذه المكالمة أيضا جاء تصريح من الرئيس الأمريكي جو بايدن برفضه الكامل ورفض بلاده الكامل للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية. هذه التي كانت في البداية فكرة أمريكية إسرائيلية في بداية هذه الأزمة، وكان هذا الحل السهل الذي ربما كانت تتبناه الولايات المتحدة أو على الأقل كانت تفكر فيه، ولكن مع استمرار المشاورات والمباحثات ما بين القاهرة وواشنطن، ما بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمسؤولين الأمريكيين في مقدمتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي كانت هناك بينهم مكالمات هاتفية متعددة خلال الفترة الماضية منذ بداية هذه الأزمة، كذلك اللقاء الذي جرى ما بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عندما كان يزور القاهرة. بعد ذلك بدأ هذا التحول في الموقف الأمريكي، وأدركت الولايات المتحدة الرؤية المصرية واقتنعت بها أن التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة
هو عصف كامل بالقضية الفلسطينية ونسف للقضية من أساسها ونسف لحل الدولتين الذي تتبناه الولايات المتحدة. الولايات المتحدة الآن تنادي بحل الدولتين بعد انتهاء هذه الحرب. كيف ستكون هناك دولة للفلسطينيين إذا تركوا أرضهم ورحلوا منها؟ هذا الآن ما اقتنعت به أخيرا الولايات المتحدة. نعم رامي، كنت معنا من واشنطن، رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا. نعم، وينضم إلينا من القاهرة الأستاذ حسين عبد الغني الإعلامي والمحلل السياسي المصري، ومن واشنطن ماك الشرقاوي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما على شاشة القاهرة الإخبارية. أبدأ من ضيفي في القاهرة الأستاذ حسين. يعني أستاذ حسين، مكالمة هاتفية مطولة ما بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، شكر خلالها الرئيس الأمريكي الرئيس المصري عبد الفتاح تحسيسي على الجهود التي بذلها من أجل الوصول إلى هذا الاتفاق، وأيضا أكد على يعني رفض التهجير القسري، ولعل هذا الأهم اليوم عندما نتطلع على ما تحدث به الرئيس المصري منذ البداية برفض التهجير القسري للفلسطينيين، وذلك من أجل المحافظة على القضية الفلسطينية من ناحية والأمن القومي المصري من ناحية أخرى. يعني هذا التغير في الموقف الأمريكي كيف تراه اليوم، وإلى أي مدى هو مهم ومؤشر على ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ يعني أعتقد أنه يعني حتى الذين يعني يختلفون مع مصر سياسيا سواء في العالم العربي أو غيره، أصبحوا وقرأت كثير من التعليقات يرون أن الموقف المصري وأيضا في الحقيقة الموقف الأردني الصلب من رفض مسألة التهجير القسري قد وضع خط الأحمر لكل القوى الإقليمية ولكل القوى الدولية أنه هذا لا يمكن أبدا القبول به أو السماح به. وبالتالي حتى لو كان مخطط التهجير القسري لم يسقط من الذهنية التوسعية الإسرائيلية، فنستطيع أن نقول أن الموقف الذي تم بشكل واضح جدا حفاظا على الأمن القومي المصري ومنعا لتصفية القضية الفلسطينية قد أتى ثماره. أعتقد أنه الشيء الذي يجب أن يلفت النظر في المحادثة الهاتفية بين الرئيس بايدن والرئيس السيسي هي المسألة المتعلقة بالبناء على التطور الهام جدا جدا الذي أعلن عنه اليوم، وهو التوصل إلى هدنة لمدة 4 أيام بمقتضاها يتم تبادل أسرى وضمان تدفق المساعدات. وبالتالي هنا هو ده التطور المهم، هل يمكن أن ينتج عن هذه الهدنة وقفا حقيقيا لإطلاق النار، أي توقفا للأعمال العدائية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟ هو ده السؤال. في الحقيقة هناك شيء لافت في الإعلان نفسه أنها هدنة إنسانية قابلة للتمديد، وهذا معناه أنه من الناحية يعني المفهومية نستطيع أن نتوقع أنه إذا مثلا تواصل تفاهم الطرفين على الأرض المقاومة في غزة وإسرائيل على أنه في مقابل إطلاق سراح رهائن مدنيين من قبل المقاومة حماس والجهاد، أو إطلاق نساء وأطفال محتجزين دون أي تهمة ولا دون أي جريمة في السجون الإسرائيلية وهو إرهاب دولة بامتياز، نقول ساعتها أنه من الممكن جدا أن تتجدد الهدن الإنسانية، بمعنى أنه قد نجد أنه في اليوم الثالث أو في نهاية اليوم الثالث اتفق الطرفان مثلا عبر الجهود التي تقودها مصر وقطر، نجد أنهم قد اتفقوا على مد المهلة 4 أيام أخرى لأنه سيجري تبادل دفعة أخرى من الطرفين. فمن الناحية النظرية فكرة أنها قابلة للتمديد يقول أنه قد نمضي شوطا أكبر في مسألة الهدنة الإنسانية، لكن هل سنصل فعلا إلى وقف إطلاق النار، أي إلى وقف العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة التي تشنها القوات الإسرائيلية مدعومة من أمريكا وحلف الناتو؟ هذه مسألة
تخضع لظروف سياسية كثيرة، ومن الضروري جدا أن نفيد المشاهد بما هي العوامل التي يمكن تؤدي إما إلى عودة إسرائيل إلى شن العدوان مرة أخرى، أو ربما إلى أنها تعيد التفكير وتمشي حتى النهاية في مسار هدى إنسانية متوالية تصل في النهاية إلى وقف كامل لإطلاق النار. نعم، أنتقل إلى ضيفي بواشنطن الأستاذ ماك شرقاوي. يعني الرئيس الأمريكي وقد وجه الشكر لمصر على قيادتها الحاسمة وشراكتها في التوصل لاتفاق الهدنة الإنسانية في غزة، في الوقت الذي وصفت السفارة الأمريكية بالقاهرة الشراكة في التوصل لهذه الهدنة بأنها شهادة على قوة وعمق العلاقات المصرية الأمريكية. ما هو تعليقك؟ أهلا بك يا رغدة، وأهلا بضيفك الكريم وبجمهورك الكريم. أنا بعتقد أن هذه المكالمة ليست الأولى، هي المكالمة الرابعة، وأعتقد أن يعني طول المكالمة قيل أنها تقريبا تجاوزت الساعة، بالتأكيد لم تتناول فقط يعني الهدنة، وبالتأكيد تناولت الشكر لمجهودات مصر ورئيس عبد الفتاح السيسي في إنجاح هذه الهدنة، اللي احنا مصر هي اللي على الأرض بالتأكيد. في جهود قطرية ما في شك، ولكن يعني الجانب الإسرائيلي اشترط وجود مصر، مصر هي اللي على الأرض وهي مصر التي سوف تنفذ هذه العملية. وبالتأكيد نحن لدينا يعني من أدواتنا السياسية ومن أدواتنا الأمنية ما يمنح لنا هذه القدرات، وهو يعرف بالتأكيد الرئيس بايدن أن مفاتيح حل القضية الفلسطينية في القاهرة، فيعني وصلنا إلى هذه الهدنة، وهي بالتأكيد يعني مفيدة جدا لدخول المساعدات الإنسانية وأن يلتقط إخواتنا وأشقائنا في غزة الأنفاس، وأيضا تعيد المقاومة ترتيب أوراقها أيضا مع تعهدات أمريكية بألا يكون هناك أي خرق لشروط الهدنة. والهدنة يعني هي عملية مركبة، يعني اليوم الأول سوف يتم تسليم جزء مقابل جزء من مجموع 50 أسير من الجانب الفلسطيني، و150 من السيدات والأطفال المحجوزين بلا دون أي جريرة في السجون الإسرائيلية. إذا ما تم اليوم الأول يستمر اليوم الثاني، وإذا ما لم يخرق الجانب الإسرائيلي هذه الهدنة بأن يقوم بعمليات الاستطلاع أو بعمليات التصوير لن يتم تنفيذ الهدنة، لأن حماس كانت صريحة جدا قالت نحن ليس لدينا جميع الأسرة، لدينا جزء من الأسرة وجزء الآخر موجود مع الجهاد الإسلامي وجزء آخر موجود مع الأهالي. فعندما يعني تلتزم حماس بأنها سوف تقوم ب يعني تسليم هؤلاء الأسرى إلى يعني مقر الذي سوف يتم بالمعاونة بالتأكيد الصليب الأحمر والجهات التي سوف تقوم أمنيا على تأمين هذه الصفقة، أعتقد هي مركبة، ويمكن أيضا الزيادة فيها ممكن لو في 10 أسرى يتم يعني تبادلهم يزداد يوم آخر أو يوم ثاني أو يوم ثالث حسب يعني ما يتم الاتفاق عليه. ولكن إسرائيل صرحت أن هذه الصفقة يعني لا تنسحب على شمال يعني الأراضي المحتلة في فلسطين، يعني معناته أن ممكن يتم عمليات عسكرية مع جنوب لبنان ومع عناصر حزب الله. وبعدين احنا سمعنا في حشود يعني 100,000 جندي إسرائيلي موجودين النهاردة على يعني شمال أراضينا الحرة في فلسطين على في قبالة جنوب لبنان، فيمكن أن يكون هناك تطوير للعمليات من جانب الشمال. يعني على ما يبدو هناك تصعيد في الضفة الغربية أستاذ ماك، ولكن يعني أود التركيز أيضا يعني على هذه المكالمة والتي يعني كما تحدثنا هي ساعة كاملة، ما يعني بأن دار خلالها بحث الكثير من القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ومصر هي راعية السلام ومنذ يعني 2008، ومصر هي التي تلعب دورا هاما في التهدئة والهدن ما بين يعني الإسرائيليين وما بين قطاع غزة. ولكن عندما نتحدث أيضا عن المساعدات الإنسانية والتي نعلم الوضع المأساوي الذي يعيشه الغزيون اليوم في ظل نقص الماء والوقود وأيضا نقص الغذاء
مصر أكدت على ضرورة إدخال المساعدات الغذائية، وذلك كان ضمن الاتفاق الخاص بالهدنة، وهذا ما أشار له أيضا الرئيس الأمريكي، وشكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على المساعدات الإنسانية التي يتم دخولها من خلال معبر رفح. يعني هذه الجزئية أيضا إلى أي مدى ترى بأنها كانت مهمة بالنسبة للشعب الغزي من ناحية، وأيضا من ناحية أخرى الدور الذي لعبته مصر من خلال استقبال المساعدات ومن خلال أيضا المساعدات التي قدمت، ومصر قدمت أكثر من ضعف المساعدات في بداية الأزمة ودخولها إلى الشعب الغزي؟ بصي، لا، ما يعني أعتقد أن مصر كانت هي السباقة. يوم 8 أكتوبر كانت محاولات دخول مساعدات مصرية، وتم تهديد بقصف المساعدات، وتسعة وعشرة وحداشر، يوم 12 قصفت إسرائيل المعبر، 13 و14 و15 مصر بتحاول برضه، يوم 16 قصفت المعبر من الجانب الفلسطيني وجعلته غير قابل لعبور السيارات. مصر قامت بإصلاح المعبر من الجانب الفلسطيني في وقت قياسي. نحن يعني لدينا يعني مش ليس فقط الرغبة، الإرادة القوية إلى حماية الشعب الفلسطيني ويعني وإدخال المساعدات اللازمة. هناك مآسي بالتأكيد، يعني 46 يوم النهارده عمليات عسكرية قطعت يعني الكيان الإسرائيلي المحتل الأراضين الحرة في فلسطين، قطع المياه والكهرباء يعني والدواء وقصف المشافي وإخلاء المشافي. هو يريد الأرض المحروقة، يريد إخلاء شمال غزة وتهجير الشمال إلى الجنوب للضغط على الفلسطينيين في بغية منه لتحقيق الخطة الشيطانية التي بالتأكيد أصبح العالم كله يعرف لن تمر. هذه الخطة لن تمر. وفحوى مكالمة اليوم ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وما بين الرئيس الأمريكي بايدن تناولت بالتأكيد حرص الرئيس الأمريكي على عدم تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. وبالتأكيد أيضا يعني ملف يعني الملفات التي عرضت في هذه المكالمة هي مخلفات ما بعد الحرب وما بعد العمليات العسكرية، لأن مصر كانت قاب قوسين أو أدنى يا دامة أنها توصل إلى مؤتمر سلام. كان المفترض في بداية العام القادم هيكون في مؤتمر سلام بيعد له الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد بالشراكة مع مصر، وده اللي قاله جو بايدن في لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو الماضي في المملكة العربية السعودية في مؤتمر جدة الأمريكي العربي الإسلامي. قال هناك مشروع كبير سوف يكون بيني وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنطقة، وهو بالتأكيد يعني من تحليلاتنا هذا المشروع الكبير هو مشروع السلام. فأعتقد كنا قاب قوسين أو أدنى أن نصل إليه، وأعتقد رب كارثة نافعة. يمكن أن بالتأكيد يتم الضغط النهاردة إلى الدخول في السلام، لأن أصبح جليا أمام العالم كله يا دامة لا حل لهذه القضية إلا للدولتين. لن يكون هناك قضاء على المقاومة. المقاومة فكرة، المقاومة فلسفة وليست أفراد. سوف تقتل الأفراد، سوف يظهر إليك مقاومين جدد وهم يقاوموا وفقا للشرع الدولية والقانون الدولي. من حق الشعب أن يقاوم الاحتلال ويقاوم يعني استعمار بكافة طرق المقاومة بما فيها المقاومة المسلحة. هو يفعل ما شرعه القانون الدولي والشرع الدولي. أعتقد الحل هو مؤتمر السلام، والذي أعتقد أن هناك ترتيبات مصرية أمريكية لهذا الأمر. أعود مرة أخرى إلى القاهرة والأستاذ حسين عبد الغني الإعلامي والمحلل السياسي المصري. يعني في اتصاله بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن رفض الولايات المتحدة القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية. كيف ترى هذا التأكيد وفي هذا التوقيت؟ كيف تقرأ هذا؟ أنا ليست لدي أي ثقة حقيقة في الإدارات الأمريكية المتعاقبة فيما يتعلق بأنها تصدر أيام الأزمات التي تعتقد فيها أن مصالحها في خطر شديد وتكون في حاجة شديدة إلى تعاون الدول العربية أو الحكومات العربية، فهي تتحدث كثيرا عن أنها ستسعى إلى تسوية سلمية وإلى حل الدولتين، وكلنا نسمع على حل الدولتين منذ
عشرات السنين، ولكن كنا نعرف في نفس الوقت أن الولايات المتحدة طرف في دعم الاستيطان الذي يجعل عمليا من حل الدولتين شيء مستحيل. وكما تعلمين أنه حل الدولتين معناها اقتلاع المستوطنين، حوالي 800 ألف مستوطن من الضفة الغربية، وهذا أمر الإسرائيليون يقولون أنه مستحيل. فنحن نتحدث عن شيء الأمريكيون يقولونه، وقد ذكرت لزملائك من قبل أنهم كرروا هذا الكلام بعد غزو العراق، عقدت قمة عربية أمريكية وجاء بوش الابن وقال نفس الكلام، وجاء أوباما وقال نفس الكلام، وحتى عندما جاء بايدن اعتبر أن حل الدولتين سيكون مهمة أساسية له، ثم ألقى بالشرق الأوسط في غياهب النسيان حتى حدثت أزمة 7 أكتوبر، ونسبيا قبلها عندما حدثت حرب أوكرانيا، وبدأ أن قضية النفط ستكون عامل حاسم في تحديد مسار هذه الحرب، خاصة مع وجود روسيا في ما يسمى أوبك بلس. على أي حال، ما أريد أنا أقول أنه الآن هناك جهد تم، هناك هدنة تم التوصل إليها، هناك فرصة كما تفضل الضيف من المحترم من أمريكا وقال هناك فرصة، لأنه بالنسبة للشعب الفلسطيني في غزة، بالنسبة للمقاومة في غزة، أنها تعطي شعورا واضحا للحاضنة الشعبية لها التي تحملت كل هذه التضحيات التي لا يمكن تخيل أن شعب آخر كان يتحملها، تعطي لهذه الحاضنة الشعبية، كانوا يتصورون أن الحاضنة الشعبية ستنقلب عليهم، لم تنقلب، لكن في الوقت نفسه أيضا من المطلوب أن يشعر الناس أن المقاومة تشعر بهم، وبالتالي هناك مكسبان للمقاومة من هذه الهدنة. المكسب الأول أنها تقول للشعب الفلسطيني وللحاضنة في غزة أن عملية 7 أكتوبر والاحتفاظ بأسرى من الإسرائيليين قد أنتج نتيجة جيدة تكررت من قبل في عمليات تبادل أسرى، وهي إطلاق سراح السيدات والأطفال الموجودين أسرى في السجون الفلسطينية فيما يمكن وصفه بإرهاب دولة، إنهم دول لا ذنب لهم ولا جريرة كما قلنا. الشيء الثاني هو أنها تستطيع المقاومة أنها تتأكد من أن الشعب الفلسطيني في غزة يشعر أنه على الأقل وصوله إلى حافة العطش وإلى حافة الجوع وإلى نقص كامل في الدواء والوقود سيتحسن، وبالتالي سيحسن هذا من قدرة الحاضنة الشعبية على الصمود إذا ما قررت إسرائيل مدعومة من الولايات المتحدة بأن تواصل العدوان بعد انتهاء هذه الهدنة أو هدن أخرى مشابهة لها. من الناحية العملية أيضا تستطيع المقاومة بعد هذه الهدنة أنها تعيد ترميم بعض الانقطاعات التي تمت في خطوط التواصل بين شبكات المقاومة وبينها وبين القيادة، تحتاج إلى نوع من أنواع الاستعواض للأسلحة حتى لو كان استعواض محلي، لكن تستطيع الآن من خلال الأنفاق، لأنه الكتائب التي تحارب على الأرض في شمال غزة أو التي انتقلت إلى جنوب غزة يتم استعواض ما فقدته من ذخيرة أو من أسلحة أثناء القتال في هذه المرة. الحقيقة أنه إسرائيل أيضا حققت بعض المكاسب، منها على سبيل المثال تخفيف الضغط الشعبي عليها خاصة من عائلات الرهائن، وهو بدأ بعد الحوار العصبي الذي تم بين أهالي الرهائن وأعضاء الكنيسة أو بينهم وبين بنيامين نتنياهو، أن هذا يمثل ضغطا عصبيا كبيرا على القيادة السياسية العسكرية المتطرفة في إسرائيل. أيضا تستطيع أنها تلملم بعض جراحها الموجودة في قطاع غزة، سواء بإعادة بعض الأسلحة التي تم تدميرها. الأهم أعتقد أنها تفكر فيه أنها تريد أن ترفع مستوى المعلومات عن المقاتلين والبنية العسكرية، لأنه ثبت بعد حوالي أكثر من 46 يوم أو 47 يوم أن معلوماتها عن
البنية التحتية العسكرية للمقاومة ما زالت أقل بكثير من أنها تحقق نصر. إذا أردنا أن نقول تكتيكيا أو على الأقل مرحليا من الفائز ومن الخاسر في هذه الجولة الأولى من الحرب، إذا اعتبرنا أن هذه هي الجولة الأولى للحرب لأنها هذا أول توقف لإطلاق النار منذ 7 أكتوبر، أعتقد أننا نقول أنها المقاومة، لأن إسرائيل لم تستطع فرض إرادتها أو كسر إرادة المقاومة. كانوا يقولون سنحصل على الرهائن عن طريق العمل العسكري وسنحررهم بالقوة، فشلوا بعد 46 يوم وهم الآن يلجؤون للطريقة القديمة. قالوا لن نتفاوض مع حماس على تبادل أسرى عبر وسطاء كما كان يحدث في الماضي، وتفاوضوا وابتلعوا السم كما يقولون. وبالتالي على مستوى الجولة الأولى من الحرب نستطيع أن نقول أن المقاومة كسرت إرادة إسرائيل وتمكنت من تحقيق أعداد الأهداف. ماذا سيحدث في المستقبل؟ هذه أمور تتعلق بطبيعة العملية العسكرية، بالموقف الإقليمي، وبالذات لفكرة التوسع أو عدم توسع نطاق الحرب. ولكن نحن أمام مكسب حقيقي للمقاومة قد يتطور إلى مكسب استراتيجي، وقد لا قدر الله إذا تركت وحيدة قد يتطور إلى مكاسب ناحية إسرائيل. نعم، ينضم إلينا أيضا من واشنطن الأستاذ توفيق حميد الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ توفيق أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. يعني نبدأ من المكالمة الهاتفية التي دارت ما بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي فيها أكد الرئيس الأمريكي على الدور المحوري لمصر، مصر التي وقفت في وجه التهجير القسري للفلسطينيين من ناحية، وأيضا لعبت دورا هاما ورئيسيا في المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة. يعني الموقف الأمريكي كان صلبا منذ البداية وكان منحازا بشكل كامل إلى إسرائيل، وكان هذا واضحا من خلال زيارات وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة وإلى مصر، وأيضا من خلال المكالمات الهاتفية التي دارت ما بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي. ولكن هناك تغير واضح في هذه المكالمة في الموقف الأمريكي اليوم. إلى أي مدى تمكنت مصر وتمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي في تغيير وجهة النظر الأمريكية و يعني تحويل وجهة النظر الأمريكية إلى الحديث عن حل الدولتين، وأيضا الحديث عن ضرورة رفض التهجير القسري والذي كانت تحاول يعني تنفيذه، هذا كان المخطط الإسرائيلي منذ البداية؟ شكرا لحضرتك على هذا السؤال الهام. الحقيقة في مصر من البداية لما حدثت أحداث أكتوبر أو 7 أكتوبر كان أمريكا داعمة لإسرائيل، وده الوضع التقليدي بالنسبة لأمريكا، ولكن في هذه المرة كان الدعم واضح في الرد العسكري العنيف القوي لإزالة حركة حماس إن أمكن من الوجود لو استطاعوا. فده كان واضح جدا في الموقف الأمريكي، وكان في مناقشات على ما بعد الحرب وحاطين كل الاحتمالات. أعتقد بعد الموقف الواضح والمتكرر من مصر ومن الرئيس السيسي في هذا الأمر أن مبدأ التهجير ده مرفوض تماما من مصر، أعتقد بدأ الجانب الأمريكي يضع حسابات أخرى، لأنه لا يريد أن يفقد مصر، ولا يريد أن دول أخرى في بعد دخول مصر مجموعة البريكس في يناير وضعها يبقى أقوى بكثير كمان في كل المناقشات. هو الجانب الأمريكي لا يريد أن يفقد مصر، مصر بالنسبة له شيء ذو قيمة كبيرة جدا في المنطقة، فهو اضطروا مع الإصرار الواضح والتكرار الذي لا غبار عليه ولا اهتزاز فيه أن يدركوا أن أمر التهجير وهذا الحل ليس مطروحا، وأنه في نهاية الأمر إن كان هناك لابد من حل لما بعد هذه المرحلة فلا بد أن يكون بموافقة مصر وبموافقة الأطراف المعنية، ولكن أهمها هيكون مصر.
أنتقل إلى الأستاذ ماك شرقاوي الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقد أعاد التأكيد على استمرار الدعم المصري اللازم للقضية الفلسطينية ورفض مصر القاطع لأي محاولات لتصفيتها. كيف ترى أن قوة الموقف المصري في هذا الشأن كان له أكبر الأثر في فهم المجتمع الدولي لضرورة التحرك وتأييد الخطوات المصرية الرامية للتوصل إلى هدنة ووقف العمليات العسكرية؟ بص يا رغدة، مصر بترعى هذه القضية منذ 75 عام وشاركت في كل عمليات العسكرية وعمليات السلام وعمليات التفاوض. مصر ترعى هذه القضية، والرئيس عبد الفتاح السيسي قالها في تصريح واضح جدا، هي قضية كل القضايا، فهي لها أولوية قصوى على طاولة المفاوضات في أي مفاوضات كانت. ودور مصر في نصيحة الرئيس عبد الفتاح السيسي للفلسطينيين، وقال لهم احنا عندنا 9 مليون لاجئ، احنا مش عندنا مشكلة ان يبقوا 2 زيادة كمان، ولكن خروجكم من أراضيكم هيسقط القضية ويصفي القضية وتنتهي، فاثبتوا في أماكنكم ونحن نساعدكم. وكان الاستباق الأول زي ما قلت لك المساعدات من أول يوم. الاستباق الثاني كان إيه؟ كان مؤتمر كاشف، مؤتمر السلام اللي عمله الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة، مؤتمر يعني لم يخرج بتوصيات يعني تنهي الأمور وتوقف إطلاق النار، ولكن التوصية الوحيدة اللي اتفق عليها الجميع إيه؟ لا تهجير للفلسطينيين من أراضيهم. الحاجة الثانية كشف هؤلاء الرؤساء أمام شعوبهم، وديكي شايفة لغاية النهاردة أكثر من 4000 مظاهرة خرجت في العالم لنصرة يعني الفلسطينيين. لندن شفنا فيها 500,000، وهنشوف فيها يعني الأسبوع القادم ممكن يصلوا إلى رقم القياسي اللي وصلوا له قبل كده 800,000 في لندن، في فرنسا، في كل دول أوروبا. دول غيرت من مواقفها. النهاردة أسبانيا وزيرة العدل بتطالب بمحاكمة بنيامين نتنياهو بجريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي. النهاردة فرنسا غيرت من سياستها وأصبحت النهاردة بتنتهج الدبلوماسية الخشنة مع إسرائيل. الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تنتهج بعض الدبلوماسية الخشنة مع إسرائيل، وقالت يعني 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 زي بالأمريكاني enough is enough. ما يحدث كثير. بنيامين نتنياهو حاول المراوغة وقال أنا بحتاج عام لإنهاء هذه العملية. الرئيس بايدن قال له أمامك أسابيع لإنهاء هذه العملية العسكرية. فالموقف بالتأكيد يعني في صالح الفلسطينيين. العالم كله بدأ يسمع عن القضية. أنا ليا أمريكان كتير أصدقاء يعني بيسألوني وبتكلم معاهم، قالوا إحنا ما كناش نعرف الحاجات دي خالص. يعني الميديا الأمريكية النهاردة بتشوفي واشنطن بوست وبتشوفي نيويورك تايمز وورل ستريت جورنال بينشروا صور للضحايا وصور للأباء وهم يحملوا جسامين أطفالهم. بتشوف النهاردة نيويورك تايمز عملت تحقيق يعني فرنزك، عملت للأدلة وتحقيق الأدلة وأثبتت أن الصاروخ الذي ضرب مستشفى المعمداني صاروخ إسرائيلي. بنشوف النهاردة يعني الميديا بدأت تغير من الانكفاء الكامل خلف إسرائيل. النهاردة لا، أصبح هناك الكثير من يعني الميديا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا بتنشر الحقائق. النهارده بقى في داعمي للقضيه الفلسطينيه من الامريكان. اقدر اقول لك ان في يعني تحرك بيحاولوا يعملوه بعض الامريكان النهارده، يعني نمتنع عن سداد الضرائب اذا كانت سوف تذهب لقتل المدنيين في غزه. الامور بدات بالتاكيد، العالم بدا يعرف ما هي القضيه الفلسطينيه. والنهارده الانفلونسر الموجودين في السوشيال ميديا في اليوتيوب وفي الفيسبوك وفي تويتر وفي كل المنصات اصبح هناك حديث عن حقيقة الأمر، وأن هذا الشعب تحت احتلال. لا يقول النهاردة حتى ما بيقولوش الكونفليكت، ما بيقولوش فيه صراع. هذا ليس صراع، هذا احتلال، زي الاحتلال الفرنسي للجزائر انتهى، زي يعني كل الاحتلالات انتهت إلا هذا الاحتلال، أطول احتلال في التاريخ اللي موجود النهاردة للأراضينا الحرة في فلسطين. فالوضع بالتأكيد يعني بيستمر وبيأخذ مأخذ إيجابي جدا لصالح القضية الفلسطينية، وهيكون هناك ضغوط دولية للوصول إلى مؤتمر سلام. يعني بريكس بالأمس كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة قوية جدا في البريكس. الرئيس بوتين بدأ يتحرك
مؤتمر السلام. الصين بدأت تتحرك بعد المجموعة العربية طبعا بقيادة الوزير سامح شكري، أسد الخارجية المصرية والمجموعة العربية والإسلامية راحوا الصين وراحوا بعد كده على روسيا، وأعتقد أن الأمور يعني هناك حلحلة للملف. المكالمة النهاردة اللي حصلت بين الرئيس بايدن والرئيس عبد الفتاح السيسي هي يعني مدتها مش قصيرة، ساعة أعتقد أنها كان الحديث على الكثير مما سوف يحدث فيما بعد. وبعدين خلي بالك بقى، المقاومة انتصرت، وهذا هو المحور الأساسي لتغيير كل اللي على الأرض النهاردة. أما يخرج 25 مقاتل من كتائب القسام يعملوا عملياتهم ويقتلوا عدد مساوي لهم 25 من الإسرائيليين وتستشهد منهم واحد فقط ويرجع 24، 25 واحد مشيبين الجيش الإسرائيلي. عدد الآليات لغاية النهاردة تعدى 200 آلية، لو حسبت كل آلية فيها متوسط 5 أفراد يبقى فيه على الأقل 1000 قتيل إسرائيلي، وليس كما يقولوا 70-71 واحد. يعني بيحيلوا القتلى إلى حوادث الطرق وإلى يعني مسارات أخرى من الوفيات في إسرائيل حتى لا يعني يشتعل الشارع الإسرائيلي ضده. وهو خلي بالك قبل ما تحصل الحرب دي، أنا لا أعتقد أنه هو من أسباب إعلان بنيامين نتنياهو في أول لحظات، يعني هو أول كلمة قالها إعلان الحرب. ليه؟ لأنه هو بيريد أن يهرب إلى الأمام. 37 أسبوع يا رغدة، 37 أسبوع بيخرج الشارع الإسرائيلي ضده. هو يعني حكومته كانت محكوم عليها بالإعدام قبل نهاية العام، فهذه الحرب أتت بالتأكيد، هو كان يعتقد أنها سوف تكون طوق النجاة، ولكن أعتقد أصبحت هي حفرة المقبرة التي سوف يخبر فيها هذا المعتوه بنيامين نتنياهو. أعتقد أنه انتهى سياسيا، انتهى في إسرائيل، وإن شاء الله يمكن أن يكون زي ما قلت لك كارثة، رب كارثة يعني تؤتي إلى ثمار أن نصل إلى حل لهذه القضية التي استعصت على الزمن. نعم، أعود إلى الأستاذ حسين عبد الغني. يعني أستاذ حسين، أيضا كلفة الحرب هي مرهقة بالنسبة لإسرائيل، على الرغم من الدعم الأمريكي الذي يعني قدمته في بداية الحرب، ولكن يعني عندما ننظر، ذكرت بأن هناك صعوبة في العودة إلى حل الدولتين أو إجبار إسرائيل، هل تتوقع بأن يعني قبول تسويات ومفاوضات سيكون هو نابع من أولا الضغط الداخلي؟ يعني كنا نتحدث عن الأوضاع الداخلية الصعبة التي يواجهها نتنياهو في الشارع الإسرائيلي، وأيضا التغير في الموقف الأمريكي، ويعني اليوم هذه المكالمة تدلل على أن هناك تغيرا كبيرا في الموقف الأمريكي. هل من الممكن أيضا أن تمارس الإدارة الأمريكية ضغطا على نتنياهو لقبول العودة إلى المفاوضات؟ عايز أكون صريح مع حضرتك ومع المشاهدين، في الحقيقة منذ أيام كيسنجر وحتى الآن السياسة الأمريكية متفقة تماما مع اليمين المتطرف القومي الإسرائيلي في عدم الانسحاب من حدود 4 يونيو فعليا، وعملوا كل شيء من أول نصر أكتوبر 73 حتى نصر طوفان الأقصى في 2023 لمنع العودة إلى حدود 4 يونيو. المشكلة الرئيسية لخصها الراحل ياسر عرفات عندما عرضوا عليه صيغة معينة للحل السياسي لا يتضمن لا ما يسميه غور الأردن أو وادي الأردن في الضفة الغربية، ولا يتضمن القدس والمسجد الأقصى، وهو سأل كل القادة العرب هل منكم من يستطيع تحمل مسؤولية أن يوافق على جعل المسجد الأقصى والقدس الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية تحت السيادة الإسرائيلية؟ فقالوا له جميعا لا نستطيع تحمل المسؤولية. الحل المعروض على في هذا الصدد لن يخرج عن الحل الذي عرض على ياسر عرفات ورفضه فيما يسمي بكامب ديفيد 2. لكن النقطة الرئيسية هنا هو أن الداخل الإسرائيلي قد يضغط على نتنياهو لأسباب تتعلق بالرهائن، هؤلاء أولادهم، وكانوا يخشون من أن جنون الحرب العسكرية
الإسرائيلية وحرب الإبادة قد تؤدي إما إلى مقتلهم بغارات إسرائيلية أو بمقتلهم مع خاطفيهم في عمليات اقتحام أو اشتباك بينهم وبين المقاومين. وهناك ضغوط اقتصادية أيضا أستاذ حسين. أنت حضرتك قلت في الأول الضغوط الاقتصادية منذ حرب 67، منذ حرب 67 وفي كل حرب تواجه إسرائيل كلفة اقتصادية تصل بها تقريبا إلى أخطار الانهيار. طبعا هذه المرة اقتصادها تغير وأصبح قويا للغاية بما يقارن ب 67، لكن نعم. في كل الأحوال أن الدعم الأمريكي يكون كافيا لكي تجعل العامل الاقتصادي والكلفة الكبيرة للحرب عنصرا هامشيا في تحديد المسار. والرأي العام الداخلي هو منذ ما سمي بانقلاب الليكود أو حصول اليمين المتطرف على الحكم لأول مرة في إسرائيل عام 77 على يد مناحم بيجن، إذ أنه من 48 ل 77 كان في يد ما يسمى بأحزاب يسار الوسط العلمانية مثل العمل والمبام وغيره. على أي حال فهم يقولون أن الرأي العام الإسرائيلي منذ 77 تغير بشكل رهيب ناحية اليمين. اليوم قرأت بحثا عده مركز كبير في إسرائيل، هذا البحث يقول أن 90% من الإسرائيليين يقولون أنهم ازدادت كراهيتهم للفلسطينيين والعرب الفلسطينيين حتى الموجودين في حدود 48، وأنهم يتوقعون أن تزداد الأعمال العدائية، وأن ربما ما يمكن وصفه بحرب أهلية بين العرب أو الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل وبين الإسرائيليين اليهود. وبالتالي الرأي العام الداخلي لن يكون طرفا أبدا في الضغط على أي حكومة إسرائيلية في الذهاب نحو سلام عادل أو شبه عادل، بالعكس هو يغذي التطرف ويغذي المستوطنين. وكما قلت أكثر من مرة مع زملاء حضرتك إنه نحن نتحدث عن مجتمع عسكري بالضرورة، ويتم تسليح المستوطنين ويتم قتل الفلسطينيين في الضفة الغربية على الهوية، ويتم مصادرة أراضيهم ويتم الاستيلاء على منازلهم تحت حماية الجيش والشرطة الإسرائيلية. وبالتالي في الحقيقة فإنه الموقف لا يتعلق بالرأي العام الإسرائيلي ولا بالإرادة في الإدارة الأمريكية، لأنها تعرف أنه كلما كانت إسرائيل ما يسمونه بإسرائيل على يهودا والسامرة بكل هذه الأراضي هي بوليس التأمين لمصالح أمريكا في المنطقة. المسألة ستتعلق أكثر بمدى ما سيذهب إليه القتال في هذه المعركة. المشكلة الرئيسية أن ما زال القادة في إسرائيل يتصورون أنهم يستطيعون تحقيق الهدف الذي بدأوا فيه. أستاذ حسين أستأذنك، ابقى معنا لنقرأ هذا الخبر، حيث بدأ الصحفيون بمكتب رويترز بالقاهرة إضرابا رسميا، وأرسلت الوكالة إخطارا للمشتركين بالتوقف النشر العربية لمدة 24 ساعة. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة الأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، أهلا بحضرتك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية، وبداية نريد معرفة المزيد حول هذا الإضراب. هو الحقيقة أسباب هذا الإضراب هو موضوع الأجور، إن في هيكل أجور غير عادل، وده نتيجة التغيرات الاقتصادية بشكل عام وتغيرات في سعر العملة، فحدث تراجع كبير في أجور الصحفيين في رويترز، ومنذ فترة منذ ما يقرب من 5 شهور إحنا بدأنا في مخاطبة الوكالة. الصحفيين بدأوا في التفاوض وبدأوا في مخاطبة الوكالة، ونقابة الصحفيين بدأت في مخاطبات الوكالة، وفعلا اجتمعت مع زملاء من الوكالة واجتمعت أيضا مع إدارة الوكالة في القاهرة لمطالبة مطالبتهم، وجرت مفاوضات تم فيها حديث عن زيادات لم ترضي الصحفيين. والآن في 4 نوفمبر الحالي يعني أقام الصحفيون نفسهم، نفذ الصحفيون وقفة داخل مقر الوكالة، شارك فيها ممثلون من نقابة الصحفيين، معهم ممثلين من نقابة الصحفيين، وكنا نتمنى أن يتم الحل منذ 10 أيام وطبقا للإجراءات القانونية.
وأعلن يومها أخطرنا الوكالة رسميا وأخطرنا مكتب العمل بأن الصحفيون موافقة النقابة على أن على دخول الصحفيين في إضراب عن العمل اليوم تنفيذا لقانون العمل. وبالفعل وكنا نتمنى أن يتم حل المشكلة ولكن لم يتم حلها. الآن بدأ الصحفيون إضرابهم اللي هيبدأ من دلوقتي وينتهي مساء غد، وده هو إضرابهم الأول. احنا طبعا نتمنى ان الوكالة تراجع هذه الإجراءات وتراجع مطالب الصحفيين بجدية، لان ربما يكون هناك خطوات تصعيدية قادمة في حالة عدم الاستجابة. احنا غدا ان شاء الله الساعة الثانية بعد الظهر سيزور وفد من نقابة الصحفيين مكتب رويترز لإعلان تضامنهم مع مطالب الزملاء، والحقيقة إن الزملاء حريصين، كانوا حريصين كل الحرص على إنهم يعني يتعاملوا بكل الخطوات القانونية. وأظن ونحن نتمنى على وكالة رويترز أن تراجع مواقفها بشكل حقيقي وتستجيب لمطالب الزملاء العاملين في رويترز. نعم، كنت معنا من القاهرة الأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، شكرا جزيلا. ونعود مرة أخرى إلى الأستاذ حسين عبد الغني الإعلامي والمحلل السياسي المصري. أستاذ حسين، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقد قال إن الصمت لم يعد خيارا إزاء من دلع من أزمات، مشيرا إلى أن العالم يعاني من حالة الاستقطاب والانتقائية، وأن أسلوب تفاعل المجتمع الدولي مع الحرب الدائرة في الأراضي الفلسطينية يعد تجسيدا للانتقائية في العالم. برأيك إلى أي مدى أصبحت الحاجة لتطوير وإصلاح النظام العالمي بشكل شامل أمرا لا مفر منه؟ يعني نحن كنا نتحدث عن أن الوضع في الذي ستنتهي إليه الحرب على الميدان سيكون هو عامل حاسم في تحديد مستقبل القضية الفلسطينية، وطبعا مستقبل قطاع غزة معه. والكلام الذي أشرت إليه عن حديث السيد الرئيس فيما يتعلق بفكرة الاستقطاب هو له علاقة مباشرة بفكرة مستقبل الحرب. بعبارة أخرى، إذا استمرت التصور الإسرائيلي الذي أعتقد أنه مبالغ فيه كثيرا أنهم سيستطيعون تصفية المقاومة وأنهم سيستطيعون الوصول إلى هذا الهدف خلال عدة أسابيع، وإذا استمر الدعم الأمريكي والانحياز الأمريكي المطلق لإسرائيل والتواطؤ معها ومد هذه الحرب، فنحن سنكون أمام حالة استقطاب كبيرة جدا جدا في المنطقة. وبالتالي هناك احتمال كبير لأن يحدث نوع من أنواع عدم الاستقرار السياسي في المنطقة لكل الدول بما فيها الدول التي تعتبر الدول حليفة ووثيقة الصلة بالولايات المتحدة. وهنا ستكون المشكلة، هل ستتحمل الولايات المتحدة الأمريكية أن تهتز الأوضاع السياسية في عدد من الدول العربية وتزداد الفجوة بينها وبين شعوبها بسبب إعطائها الضوء الأخضر إلى ما لا نهاية إلى الإسرائيليين لمواصلة حرب الإبادة؟ هذا عامل سيتوقف عليه مسألة الاستقطاب وبالتالي مصير الحرب. الشيء الثاني هو شعور الولايات المتحدة الأمريكية بأن ما كانت تخطط له من عملية تطبيع كبرى تتم على حساب القضية الفلسطينية، خاصة بعد الاتفاقيات الإبراهيمية، عملية التطبيع ما سمي التطبيع الهندي السعودي الإسرائيلي في ممر بهارات، هل هذا التطبيع سيتم تقويضه إذا ارتفعت فاتورة الدم نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية أم لا؟ كل المؤشرات تقول أن هذه عوامل، وإن إذا كانت إسرائيل مطمئنة إلى أن الاتفاقات الإبراهيمية أو الاتفاقات اللي كانت في طور التشكيل هم اتخذوا قرارهم دون رجعة بالتطبيع بغض النظر عن حجم القتلى والجرحى في فلسطين وفي غزة، ف
فسيمضون إلى نهاية الشوط في الحرب. لكن إذا بدأ أن هذه العملية ستتوقف وأنهم سيخسرون التطبيع سواء الإبراهيمي أو التطبيع مع الدولة الكبرى في الخليج وهي المملكة العربية السعودية، ربما يكون ذلك نوع من أنواع له تأثير على مسار الحرب وعلى إصرار نتنياهو المجنون على المضي فيها قدما. وفي جزء منها كما تحدثت معكم أكثر من مرة ترتبط بدوافعه الشخصية وخوفه من المساءلة التي ستتم في كل الأحوال بعد انتهاء الحرب. أيضا هنا ما زال الموقف الإيراني موقفا أيضا وازنا في هذه المسألة. هل ستستمر عمليات الاشتباك المحدود ولكن يتجنب كل من إيران وحزب الله والفصائل الشيعية في العراق وفي سوريا وأيضا الحوثيين أن يكون هناك حرب شاملة؟ أيضا له تأثير، خاصة اليوم حدث تطور بالغ الخطورة وهو قيام القوات الأمريكية بضرب مواقع وبعض الجنود الذين ينتمون إلى الحشد الشعبي العراقي، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة سترد على كل عملية هجوم على قواعدها في كل من العراق وسوريا. الحقيقة اللي حصل امبارح من عمليات أمريكية هو إشارة ربما للجميع على أن القيادة المركزية الأمريكية ليست مجرد قيادة عسكرية، بل أنها تعتبر نفسها القيادة العليا للشرق الأوسط وهي حامية المصالح الأمريكية بالتنسيق مع إسرائيل. وبالتالي قد يوحي هذا لكثير من مما يعرف بمحور المقاومة بالتوقف عند الخطوط الحالية. هناك تطورات بالغة الأهمية على المستوى الإقليمي، وهذه التطورات ستحسم المسار، مسار التطبيع، مسار الفجوة بين الشعوب وبين الحكومات، وأيضا مسار الدور الذي يلعبه المحور الآخر، وهل سيكمل إلى النهاية في حالة ما أسميه أنا الاشتباك أو القتال، لكن دون الوصول إلى عتبة الحرب. نعم، يعني أعود إلى الأستاذ توفيق أحمد من واشنطن. أيضا يعني عندما نتحدث عن المواقف المصرية، موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من قمة القاهرة، كلمة الرئيس أيضا في الرياض والتي أكد فيها على احتمال تغير الحسابات، حسابات المعادلة بين عشية وضحاها بسبب وحشية العمليات العسكرية وطول أمدها، أيضا اللقاءات الثنائية التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة، وصولا إلى كلمته في قمة العشرين، والضغط على المجتمع والموقف الأوروبي. لاحظنا تغير سواء كان في الموقف الإسباني الفرنسي، بداية كان أيضا تغير وجهة نظر الأمين العام للأمم المتحدة، وصولا إلى تغيير وجهة النظر الأمريكية، والحديث اليوم كما يتردد عن قمة أيضا لربما خلال العام القادم، قمة للسلام. إذن اليوم مصر تلعب الدور المحوري وهي راعية السلام في المنطقة، إلى أي مدى تتوقع بأن هذه القمة لربما تحقق ما ينشده الرئيس المصري فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية والوصول إلى حل الدولتين؟ شكرا على إثارة هذه النقطة الهامة. هو الحقيقة ساعات حضرتك في التاريخ البشري ما بنشوفش حلول إلا لما الأمور تصل إلى الذروة. يعني مثلا تلاقي حضرتك الحرب العالمية استمرت سنين لحد ما حصلت الذروة في الهجوم على هيروشيما وناجازاكي والتدمير النازية في ألمانيا. بدأت الدول تدرك ان هو الحروب دي هتدمر الجميع، ولا بد ان يجلسوا على مائدة المفاوضات ويضعوا حلول للسلام. فانا في تصوري ان ما حدث هو ان الامر خلاص وصل للذروة في الصراع، يعني وصل، مش يعني بدون دخول حتى في تفاصيله، وما نراها الان درجة عالية جدا 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 من الصراع العسكري، واللي أنا ما عنديش أي شك إن سيعقبه بالذات إن المواقف واضحة. يعني موقف مصر هنا واضح. عارف حضرتك لو كان مصر من المثل الأول
قابلت كل الاقتراحات المتاحة على المائدة وقتها كان الأمر اختلف. لكن مصر موقفها واضح، العديد من الدول الأخرى بدأ موقفها يتضح. فأنا في تصوري، وهم يعلموا جيدا العالم، أن لا حل للأمر إلا بموافقة من مصر على الحل النهائي هيبقى إيه. ففي نهاية الأمر أنا توقعي إن الجلوس على مائدة مفاوضات للسلام في النهاية سيجني ثمرة جيدة، بأن هو يعني نرى نوع من الحل لهذه القضية يرضي الأطراف الرئيسية فيه. قد لا يرضي حماس، لأن حماس ليها أيديولوجي خاص بيها وبتصنف من الكثيرين على أنها منظمة إرهابية حتى من بعض الدول العربية، وفكرهم عنيد جدا. ولكن الدول الأخرى اللي داخلة في الأمر دول حكيمة، مصر موقفها استراتيجيا حساس جدا، لأن هي مصر لها علاقة تقريبا بجميع الأطراف. يعني عارفة تشوفي حضرتك من أمريكا للصين لروسيا، الكل يحترمها، كل يحترم الرئيس السيسي، وليها علاقة خاصة وحساسة وعلاقات مع الجميع. فهي بتوازن هذا الأمر، لكن في نهايته إن هو الجلوس على مائدة المفاوضات في النهاية بعد ما حدث، أنا في تصوري سينتهي بنوع من الحل المرضي للأطراف. أيا كان هذا الحل لا أعرف، لا أعلم ما هو، ولكن سيكون لابد بموافقة الجميع وأولها مصر في تصوري. أستاذ توفيق، قادة دول مجموعة العشرين في قمتهم الافتراضية اليوم وقد توصلوا إلى توافق في الآراء بشأن حل قضية إسرائيل وفلسطين على أساس إقامة دولتين، كيف ترى فرص تنفيذ هذا الحل بصورة جدية وعملية بعد أن أصبح يمثل مطلبا وإجماعا دوليا؟ ده يعني سؤال رائع الحقيقة، إزاي على المستوى التنفيذي كيف يتم هذا؟ هو شوف يا حضرتك، أنا درست عدة اقتراحات من اللي موجودين على في الساحة، وفي أحد الاقتراحات بيقول إن بعد هزيمة حماس، ده الاقتراح، إن الشعب الفلسطيني يتواجد في غزة مرة أخرى، يعد إعمارها، ويتم توصيل غزة بالضفة الغربية من خلال نفق، بحيث يبقى متصلين كدولة واحدة مش منفصلين، ويتم الاتفاق على الجزئيات الأخرى الصغيرة من حيث إيه الحدود وحقوق حتة المستوطنات، هل النمو المستوطنات ده شرعي أم غير شرعي، يتم الاتفاق على القوانين اللي تحكم هذه الأمور بتراضي الجميع. ففي تصور إن أحد الحلول المتاحة اللي أعتقد الضغوط الحالية في اتجاهه إن يحصل رجوع تاني لغزة بعد إعادة إعمارها، وإن يحصل نوع من التوصيل ما بين غزة والضفة الغربية، ويبقوا دولة واحدة، وتحل القضية نهائية بموافقة فقط جميع الأطراف على هذا الأمر. فأعتقد الاتجاه في تصوري يعني احتمال كبير قوي يتجه لهذا الاتجاه. نعم، أشكر الأستاذ حسين عبد الغني الإعلامي والمحلل السياسي المصري، كنت معنا من القاهرة. وأعود إلى الأستاذ ماك شرقاوي. يعني أستاذ ماك، اليوم عندما نتحدث أيضا عن الداخل الأمريكي والاستعدادات الأمريكية للانتخابات القادمة، إلى أي مدى أيضا اليوم نحن نتحدث عن ضغط يواجهه الرئيس الأمريكي؟ الضغط المصري من جهة بالتأكيد كان من بداية الأزمة، وأيضا انشغال الولايات المتحدة في الانتخابات القادمة، الضغط ولد ووصل إلى اليوم ما نراه من وقف أو من هذه الهدنة الإنسانية التي تمكنت مصر من الوصول إليها بالتعاون بالتأكيد مع الولايات المتحدة. كيف ترى هذه الهدنة، وهل من الممكن أيضا أن تكون مقدمة للتهدئة في الضفة الغربية ونحن نشهد تصعيد في الضفة الغربية؟ طيب يا دامة، الموقف متصل، يعني الموضوع كله يعني متشابك جدا، وإسرائيل عايزة تخلص كل حاجة في وقت واحد. يعني تسليح 250 ألف من المستوطنين بالسلاح الآلي طبعا استعدادا لجرائم أخرى سوف تتم، والنهاردة قائمة الشهداء في الضفة تعدت 200 شهيد من الضفة الغربية، اقتحامات إلى المخيمات، اعتقالات
وصلوا إلى 3000 معتقل من النساء والأطفال والشباب في الضفة الغربية. أيضا التضييق على عرب 48 والتضييق عليهم في العمل، وأيضا هناك الكثير من الفصل التعسفي والاضطهاد للموجودين. هم عندهم قانون طلعوه في 2020 اسمه قانون القومية، وكانوا بيحاربوا طلعوه من 2014، بس الكتلة العربية كانت لها دور كبير. هم عندهم يعني من 14 كرسي 13 كرسي في الكنيسة الإسرائيلية اللي هو 120 مقعد، فاستطاعوا أن هم يجهدوه على مدار 6 سنوات، ولكن فشلوا في 2020 وصدر القانون القومي اللي هو بيقول أن إسرائيل دولة يهودية وأن المقيمين فيها لابد أن يكونوا يهود. ده معناته إيه؟ معناته تصفية القضية، معناته تهجير 3.25 مليون فلسطيني في الضفة الغربية إلى الأردن، وتهجير طبعا أحلامهم، يعني أنا بتكلم على أحلامهم، هذا المخطط منذ سنوات. ما هو فندم، ما هو ده اللي هو يعني موجود من القديم الحديث. لكن انا بعتقد ان برضو كلمه التطبيع ذكرت في اللقاء النهارده، انا بعتقد ان التطبيع هو البديل الى مشروع الشرق الاوسط الكبير، اللي هو يعني الشرق الاوسط الجديد، اللي هو ان تكون دويلات صغيره لا ترقى، في ما تبقاش اكبر في العدد ولا القوه عن اسرائيل. لو لقينا الاتفاق الابراهيمي اللي حصل بين الامارات وبين إسرائيل، هلاقي الإمارات اشترطت 1 وقف الاستيطان، 2 إلغاء فكرة ضم غور الأردن، بالتأكيد دم إلغاء فكرة ضم غور الأردن، ما وقفوا الاستيطان فترة وبعدين عادوا إليه مرة أخرى. فنجد أن هناك يعني نتائج بتحصل من هذا التطبيع. التطبيع المملكة العربية السعودية هو بيعتبروه يعني دوت بقى يعني درة التاج في منطقة الخليج. الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي صرح في لقائه مع فوكس نيوز، قال الشرط الموضوع إلى حل القضية الفلسطينية ويأخذ الفلسطينيين حقوقهم. ها هو ده شرط الوصول إلى مفاوضات، والمفاوضات غير مباشرة طبعا ما بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، مباشرة المفاوضات سعودية أمريكية. وأعتقد أن هذا المشروع التطبيع كان يمكن أن يضغط على إسرائيل إلى الوصول إلى حلحلة للقضية وتفعيل يعني المبادرة العربية 2002 اللي قدمها مغفور له الملك عبدالله في قمة بيروت 2002، وهي 22 دولة عربية يطبعوا في علاقات يعني نورماليزيشن مع إسرائيل، إذا دون الأربع حاجات بتوعنا نحن بنطلبهم، دولتين عاصمتها القدس الشرقية وعودة إلى الحدود 1967 4 يونيو 67 وعودة اللاجئين. يمكن أن يكون هناك نقاش في هذه الطلبات، ولكن كان يمكن أن نصل إلى حلحلة لهذه القضية. وأنا كنت بعتقد أن في يناير القادم سوف يكون هناك مؤتمر دولي لهذا الأمر، وأعتقد أنه كان يمكن الدفع الإسرائيليين بالتطبيع. ولكن ما حدث يعني من تحليلي الشخصي أنا يعني هو إيراني بحت لقتل هذا التطبيع، فحدث ما حدث في 7 أكتوبر. يعني أعتقد أن من النتائج الرئيسية ل 7 أكتوبر هي يعني قتل صفقة التطبيع، ما بالتأكيد ماذا يكون التطبيع وهناك دماء فلسطينية، 13,000 شهيد فلسطيني ومنهم 6,000 أطفال وأكثر من 30,000 من الجرحى النهاردة موجودين، فبالتأكيد هذه الدماء كانت قتلت مشروعات التطبيع. يمكن أن نصل إلى سلام، يمكن أن نصل إلى سلام، يمكن أن نتناسى هذه الفظائع وهذه الجرائم، يمكن، بس بحل واحد، أن يكون هناك دولة فلسطينية جنب إلى جنب إلى دولة إسرائيلية. برضو على موضوع المستوطنات، ويعني من المستحيل، طب ما مستوطنات اللي في سيناء ما فككوهاش ومشوا، فيعني خلينا نتكلم، المستوطنات اللي كانت موجودة في صفقة يعني السلام في وادي عربة، هناك نية للإسرائيليين إذا ما تم الضغط عليهم يمكن الضغط. بس خلي بالك بقى، أنت قلتي في بداية الحلقة على موضوع الضغوط اللي على إسرائيل النهاردة الاقتصادية. أنا بقول لك في 260 ألف إسرائيلي مشوا من إسرائيل، 260 ألف مشوا من إسرائيل، في 265 ألف تم تهجيرهم من غلاف غزة ومن شمال أراضينا الحرة في فلسطين إلى مخيمات. أصبح الإسرائيليين النهاردة عايشين في مخيمات. وبعدين المستوطن اللي جاي ده، أنا بقول لك أنا مش جاي عشان كده، أنا جاي عشان تديني أرض وتديني فلوس. المستوطن اللي موجود على بعد 10 كيلومتر من غزة بياخد 200 ألف شيكل، يعني تقريبا 50 ألف دولار في السنة
مقابل انه موجود هناك. نعم. اما حصل اللي حصل وبقى في قتل وبقى في اسر وقال لهم لا احنا مش عايزين الكلام ده. انا ماليش دعوه بالكلام ده. فاسرائيل يعني هي تريد ان يكون هناك هجره، النهارده بقى في هجره عكسيه، ده اللي ممكن يضغط على الداخل الاسرائيلي ان يلجأوا الى السلام، وهيفككوا المستوطنات وهيتم توسيع قطاع غزه ليصل ليكون 1000 كيلو مربع، يعني 20 كيلو متر عرض و50 كيلو متر طول، ويصل الى الضفه الغربيه بنفق من تحت الارض وتصبح دوله. منزوعه السلاح، منزوعه السلاح، نستطيع ان نفعل هذا. يمكن نزع سلاح حماس، يمكن ان تكون هناك يعني قوات عربيه، قوات امميه، قوات دوليه لحفظ الامن في هذه الدوله الناشئه، الدوله الفلسطينيه ان شاء الله المستقبليه. منزوعه السلاح، منزوعه السلاح، ونعيش في السلام في المنطقه ونكمل يعني اجراءات التطبيع، لان لا يمكن ان يكون هناك سلام في المنطقه الا اذا كان هناك تطبيع. صحيح. يعني طيب استاذ مك، الجميع بينظروا للتطبيع مع حضرتك. نعم، نعود مع حضرتك الى القمه التي جمعت بينهما اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الاردني الملك عبد الله، وهما يعبران عن ترحيبهما بالهدنه الانسانيه المعلنه في قطاع غزه، فقد جددا تأكيدهما على الرفض التام لكل من مصر والأردن لأي محاولات لتهجير أهالي القطاع داخل أو خارج غزة. كيف ترى أهمية هذا التأكيد بصورة قاطعة؟ بصي، الموقف المصري الأردني موقف جيد جدا، وأعتقد أنه في قمة التنسيق في العلاقات ما بين المملكة الأردنية الهاشمية وبين جمهورية مصر العربية. عندما تحدث الملك عبد الله الثاني في حديث صحفي له وبيكلم عن عدم تهجير الفلسطينيين إلى الأردن وتهجير عدم تهجير الفلسطينيين إلى مصر، كان يتحدث بلسان رئيس عبد الفتاح السيسي. ده بيديكي قد إيه عمق ودفء العلاقات بقت بين مصر وبين الأردن. خلي بالك ده مش نتاج يوم ولا اتنين، احنا عندنا مشروع يعني كبير جدا، مشروع الشام الكبير، مصر والأردن والعراق، وان شاء الله ينضم اليه دولة دول الشام بما فيها فلسطين الناشئة ان شاء الله، فلسطين الوليدة ان شاء الله بإذن واحد احد قريبا جدا. فالعلاقات جيدة جدا، وزيارة يعني الملك عبد الله الثاني إلى مصر ولقائه مع رئيس عبد الفتاح السيسي هي بالتأكيد تنسيق كل الجهود والوقوف على يعني ما سوف يتم في الوضع الحالي. خلي بالك الجيش الأردني مستنفر على الحدود، الجيش المصري مستنفر على الحدود، أعتقد الأمور أصبحت واضحة جدا للمجتمع الدولي ولهذا الكيان المحتل الأردن الحرة في فلسطين أن الصفقة لن تمر، أن هذه الجريمة والإبادة الجماعية ومحاولة إفراغ فلسطين من فلسطينيها لن تمر. فالأمور أصبحت واضحة للعيان، وأصبح النهاردة خلاص ما فيش بقى الكلام اللي بيقال في يعني في التصريحات الصحفية والرسمية. أنت شفتي كل دول أوروبا جات القاهرة، كلهم بلا استثناء، يعني كل الدول جات إلى القاهرة والرد واحد وصريح وقاطع، مصر لن تصفي القضية الفلسطينية. نعم بالتأكيد أستاذي، ويعني وهذا كان واضحا أيضا من خلال الدعوة في وقت قصير وكل هذا الزخم في الحضور، تأكيد على الدور المصري. ابقى معي أستأذنك في هذا الخبر، تفيد أنباء باستهداف نقل رئيس الكتلة النيابية لحزب الله محمد رعد وأربعة من مرافقيه في غارة إسرائيلية على منزل بمنطقة بنت جبيل بالجنوب اللبناني. وتفيد المعلومات الأولية أن الغارة الإسرائيلية استهدفت المنزل لكونه غرفة عمليات خاصة لحزب الله بمنطقة بنت جبيل. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت مراسل القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب. أحمد أهلا بك، لنتحدث بالتفصيل عن هذا الخبر. نعم، تحياتي لك في البداية. منذ قرابة ساعتين كانت هناك غارات جوية إسرائيلية قوية على مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني، وكان من بين هذه الغارات غارة استهدفت منزل في منطقة بنت جبيل، وهذه المنطقة كان استهداف لأول مرة، وخصوصا أنه خارج قواعد الاشتباك المتعارف عليها منذ بداية التوترات على الحدود اللبنانية الجنوبية في 7 من شهر أكتوبر الماضي. ومنذ بعد قصف هذا المنزل تضاربت الأنباء حول استهداف مجموعة عناصر لحزب الله في هذا المنزل، وخصوصا أنها مجموعة من قيادات الصف الأول أو من
العقول المفكرة لعمليات الحزب في الجنوب اللبناني، فكانت هناك أنباء عن إصابة أو استهداف نجل رئيس الكتلة النيابية لحزب الله النائب محمد رعد، نجله سراج وعدد 4 من مرافقيه، وهذه المجموعة من قوة الرضوان وهي قوة النخبة في حزب الله. هذه هي المعلومات التي تم تأكيدها فيما بعد، حيث نشر أحد الكتاب التابعين والمنتمين لحزب الله نعي لنائب رئيس أو نجل رئيس الكتلة النيابية لحزب الله محمد رعد، وهو ما أكد هذه المعلومات رغم أنه لم يصدر بيان رسمي حتى الآن من حزب الله يؤكد فيه استهداف هذه المجموعة. نعم. المعلومات الأولية أيضا تقول أن هذه المجموعة وأن هذا المنزل هو كان بمثابة خلية أو مركز قيادة وتحكم لحزب الله وإدارة العمليات في الجنوب اللبناني، حيث أن حزب الله نفذ خلال الفترة الماضية العديد من العمليات التي استهدفت مراكز قيادية للجيش الإسرائيلي في ظل التوترات القائمة على الحدود اللبنانية الجنوبية، وربما كانت أكبر هذه العمليات بالأمس واليوم، حيث تم اليوم استخدام عدد كبير من الصواريخ الموجهة تجاه أهداف في العمق الإسرائيلي، ومن بينها الصاروخ بركان الذي تم استخدامه أكثر من مرة اليوم في عمليات ضد أهداف للجيش الاحتلال الإسرائيلي، فربما تكون هذه الغارة ردا على هذا الأمر. ويذكر أيضا أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها استهداف أهداف معينة أو يمكن القول أنها عمليات اغتيالات مباشرة لقيادات، سواء من حركة حماس مثل ما حدث باستهداف سيارة بالأمس في منطقة في أو قريبة من منطقة النبطية، أو مثل ما حدث اليوم في هذا المنزل في منطقة بنت جبيل في الجنوب اللبناني. يعني هل يعد هذا تصعيدا من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مع الحديث عن والتأكيد على الهدنة، الاتفاق على الهدنة الإنسانية في قطاع غزة؟ بالتأكيد هو يعد تصعيد من خلال تنفيذ عمليات نوعية تستهدف قيادات بعينها في صفوف حزب الله، وخصوصا العقول المفكرة أو من يديرون ويخططون للعمليات التي تجري في الجنوب اللبناني. بالتأكيد إذا صحت جميع المعلومات المتواترة حتى الآن، نحن ننتظر حتى الآن بيان رسمي من حزب الله يوضح تفاصيل وكواليس وحجم الأهداف التي أصيبت جراء القصف الإسرائيلي، ولكن المعلومات التي وصلتنا حتى الآن تؤكد أن هذا الأمر تصعيد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، وربما يستتبع ذلك ردا ربما غير متوقع من قبل المقاومة الإسلامية في الجنوب اللبناني. طيب يعني أحمد، ضعنا في تفصيلات عملية النزوح من القرى الحدودية للجنوب اللبناني والأماكن التي يتوجه إليها النازحون ومدى استعداد هذه الأماكن لاستقبالهم. نعم، بدأت التوترات على الحدود الجنوبية اللبنانية في 8 من شهر أكتوبر بعد يوم من عملية طوفان الأقصى، وكان المعلن أو ما تم إعلانه في ذلك الوقت أن هذه العمليات تأتي دعما للمقاومة في غزة، وكانت البداية بالقطاع الشرقي من الحدود اللبنانية الجنوبية، وهذا القطاع كان يشهد العديد من المناوشات والتوترات على مدار الشهور الماضية لكون هذا القطاع الذي تقع فيه مزارع شبعة المحتلة والتي أثير حولها الكثير من التوترات خلال الشهور الماضية، فبدأ التوتر من القطاع الشرقي ثم سرعان ما انتقل إلى القطاع الأوسط ثم القطاع الغربي من الحدود الجنوبية اللبنانية، إلى أن وصل الآن إلى أكثر من 55 بلدة لبنانية على الشريط الحدودي الفاصل بين لبنان وبين إسرائيل. ولم يقتصر الأمر عند هذا الأمر بل كان هناك أو عند هذا الحد بل كانت هناك العديد من العمليات التي تنفذ في عمق أكبر. نعم. في الأراضي اللبنانية. نعم. ربما لم يتم انتهاك هذه الأمور إلا في 3-4 مرات، مما أدى إلى نزوح أكثر من 46 ألف نازح من تلك البلدات نحو مناطق أكثر أمنا، إما لمراكز إيواء في 3 مناطق رئيسية في منطقة صور أو في النبطية أو في مناطق أخرى في صيدا والعاصمة اللبنانية بيروت ومناطق في الشمال اللبناني. طيب أحمد، يعني كيف ترى الموقف الرسمي والشعبي في لبنان
اتجاه ما يشهده الجنوب اللبناني من تصعيد لأعمال القصف المتبادل واحتمال توسيع دائرته، خاصة مع قيام إسرائيل بقصف أهداف بعيدة عن الجنوب اللبناني وداخل الأراضي اللبنانية؟ من المفارقات أن يحدث هذا التصعيد الكبير والخطير في التطورات على الحدود اللبنانية الجنوبية في اليوم الذي يحتفل فيه لبنان بعيد الاستقلال 80، وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي كلمة اليوم أكد فيها أن لبنان يواجه العديد من التحديات في هذا التوقيت بعد 80 عاما من نيل الاستقلال. ربما أكبر هذه التحديات هي التوترات على حدوده الجنوبية، وهي التوترات غير المسبوقة منذ عام 2006. أيضا كان هناك إحاطة في مجلس الأمن الدولي حول هذا الأمر بالأمس، ووجهت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونتسكا رسالة إلى مجلس الأمن الدولي قالت فيها إن الوضع على الحدود الجنوبية هو الأخطر منذ قرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي أنهى الحرب بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي عام 2006. ربما أيضا حذرت من الانتهاكات الخطيرة لهذا القرار في الجنوب، وحذرت أيضا أو دعت إلى تكاتف جميع القوى سواء السياسية الداخلية في لبنان أو القوى الإقليمية من أجل تجنيب لبنان الدخول في حرب ومواجهة مفتوحة والدخول في صراع مفتوح مع الجانب الإسرائيلي. فلبنان موقفه الرسمي لا يريد الحرب، لبنان موقفه الشعبي أيضا لا يريد الحرب، ولكنه إذا فرضت عليه الحرب فلن يتوانى، بدليل أن الحكومة اللبنانية أعدت خطة طوارئ شاملة تحسبا لتعرض البلاد لعدوان شامل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وفقا للتهديدات التي صدرت مؤخرا. فالتهديدات واللهجة الكلامية والتصعيد الكلامي الذي كان منتشرا بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي على مدار الأسابيع الماضية بات يتحقق الآن على أرض الواقع من خلال عمليات قصف هي الأعنف في الجنوب اللبناني منذ بداية التوترات على الإطلاق. أنا أشكرك شكرا جزيلا مراسل القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا. وأعود مرة أخرى إلى الأستاذ توفيق حميد الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن. مع توصل إلى اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة، كيف ترى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لإنجاح هذه الهدنة والضغط على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية والتي تنذر بتهديد حقيقي لأمن واستقرار المنطقة، مثل ما قامت به جماعة الحوثي من احتجاز سفينة تجارية وما تمثل هذه الخطوة من تهديد لأمن التجارة العالمية في البحر الأحمر؟ سؤال حضرتك، هو الهدنة الحقيقة هي فرصة جيدة جدا لأن حينما يحدث شيء من السلام ولو مرحلة محدودة بيبدأ الناس تشعر بثماره في الجانبين أو في جميع الجوانب، فده اعتقادي ممكن يستغل جيدا من الانترناشنال كوميونيتي أو المجتمع الدولي في محاولة الضغط السياسي، إن هو إذا تم احترام الهدنة، يعني هو الخطورة كلها والمشاكل إذا لم يتم احترامها، لكن إذا تم احترامها من جميع الأطراف بصورة جيدة هتكون نقدر نقول حضرتك الموديل أو يعني المثال اللي ممكن يسمح ببداية ضغط أكتر في اتجاه التهدئة العامة في الصورة النهائية. وإن كنت لا أعتقد أن الهدنة سيعقبها يعني سلام مطلق، أنا اعتقادي أن فورا يعني أو سلام فوري، اعتقد ان اسرائيل ستكمل بعض العمليات ضد حماس بعدها وهتكمل اشياء كثيره مما تفعل ضدها، ولكن ده لا يمنع من استغلال مبدا السلام لفتره محدوده في ان يبقى ليفرج، عارفه حضرتك، زي رافعه حاجه نستفيد منها ويستفيد منها العالم في الضغط بوضوح على الجميع حينما يرى الجميع ان الثمار وقوف الحرب ولو لفتره محدوده ده ممكن يعقبه يعني تحرك جاد لسلام حقيقي بعد هذا. فهذا ما أرى، أن الهدنة فرصة جيدة للمجتمع الدولي لاستغلالها لأنه يعمل تحرك آخر لمرحلة أكثر عمقا وأكثر وضوحا وقوة في السلام في المنطقة.
نعم، وأعود إلى الأستاذ ماك شرقاوي. يعني اليوم أستاذ ماك، عندما نتحدث عن الدور المصري والجهود التي بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية الحرب على غزة، من يعني القاهرة كانت شبه مركز عمليات بالتعاون مع سواء كان الدول العربية من ناحية وأيضا الدول الأوروبية. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا كبيرا من المسؤولين والزعماء ورؤساء الدول خلال هذه الفترة، و أكد خلالها على ضرورة يعني محاربة فكرة التهجير القسري للفلسطينيين والحفاظ على القضية الفلسطينية وأمن واستقرار المنطقة. إلى أي مدى اليوم مهم أن تتعامل القوى الدولية وخاصة يعني ما تحدث الولايات المتحدة مع دولة بهذا الثقل والحجم مصر في العودة إلى وتحقيق الأمن والاستقرار؟ يعني بالتأكيد الولايات المتحدة والموقف الأوروبي كان بحاجة إلى دولة بثقل كبير تتعامل ويعني تناقش وتشرح القضية للجميع، وأيضا يكون لها دور محوري، تكون راعية للسلام ولقيادة الأمن والاستقرار في المنطقة، وهذا الدور الذي لعبته مصر ولعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي. إلى أي مدى ترى بأن كان المجتمع الدولي والولايات المتحدة بحاجة إلى هذا الدور؟ بص يا داما، مصر بتلعب دور كبير جدا في محيطها العربي والإقليمي والدولي. لو شفتي زيارة رئيس الوزراء وزارة تسيير الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي للقاهرة، غير مكالمتين قبل كده. ليه؟ لأن هناك تصعيد بيحدث وهناك تخوفات، فهناك التنسيق مع مصر ماذا سوف يكون عليه الأمر إذا ما توسعت يعني فهوة الخلاف ودخلنا في اعتداءات إسرائيلية على جنوب لبنان وتوسع الموضوع إلى حرب إقليمية. وكان هناك تصريح مهم لنجيب ميقاتي في بداية الأزمة عن الدور المصري. بالتأكيد يا فندم، يعني أنت شو بقولك، يعني زيارة ومكالمتين في أقل من 6 أسابيع. النهاردة أنا شايف من تحليلي الشخصي أن إسرائيل تريد أن توسع الحرب إلى حرب إقليمية، تريد أن تورط الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب، لأن إسرائيل النهاردة الخسائر هم قالوا لو الحرب استمرت 4 أسابيع هيبقى 6 مليار دولار. النهاردة احنا بنتكلم في 6 أسابيع، يعني احنا بنتكلم في 9 مليار دولار. خلي بالك كمان ال 14 مليار و200 مليون اللي المفروض أمريكا هتديهم لإسرائيل واقفين. مجلس الشيوخ الأمريكي موقف هذه الصفقة. أعتقد أن أصبح النهاردة واضح للعيان أن إسرائيل تريد أن توسع فهوة الخلاف، تريد أن تدخل إيران في الحرب. هناك صفقة أنا بعتقد تم توقيعها ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بزيارة وزير الخارجية الصيني الأسبوع قبل الماضي للولايات المتحدة الأمريكية، وهناك صفقة تمت في موضوع تايوان مقابل أن إيران الصين تحتوي إيران، وده اللي شفناه فعلا. إيران ما فيش أي إجراء إيجابي، حتى تم يعني صرف 10 مليار دولار من المتجمد الأموال المتجمدة في العراق، وإيران قالت أن لا، ليس عليها علاقة بما يحدث من الفصائل وما يحدث من الأزرع العسكرية الموجودة، حتى 153 اعتداء اللي تموا من الفصائل والميليشيات العراقية والحشد الشعبي في الملف السوري والملف العراقي لأمريكا لم يتم الحديث عنها. أنا بعتقد أن يعني صبر إيران لن يكون طويلا، وأعتقد أن استهداف الخبر اللي أنت دلوقتي طيرتيه على الهواء، استهداف نجل يعني قائد السيد رعد قائد الكتلة النيابية لحزب الله، ويعني ما يقال مقتله وأربعة من مرافقيه، ده بالتأكيد هيؤجج الأمر. هناك أيضا بالأمس كانت عملية عسكرية من حزب الله 25 صاروخ دقيق إلى يعني منطقة عسكرية إسرائيلية. هناك استخدام لبركان وهو صاروخ يعني من الصواريخ من العيار الثقيل للدخول في العملية والخروج بقى بين قواعد الاشتباك اللي هي 5 كيلو هنا و5 كيلو هنا. لا، دلوقتي بقى بيضرب في العمق الإسرائيلي وإسرائيل بتضرب في العمق اللبناني.
وهناك انا بعتقد ان هناك نيه من بنيامين نتنياهو لتوريط الولايات المتحده الامريكيه في حرب اقليميه. وبعتقد ان كل هذه المكالمات وكل هذه المشاورات ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين الرئيس الامريكي بايدن وما بين رئيس الوزراء ميقاتي وما بين ملك الاردن الملك عبد الله الثاني، كل ده بالتاكيد مصر بتحاول جاهده ان تكون يعني في سيطره على الموقف حتى لا نخرج الموقف عن السيطره وندخل في يعني حرب تطول ندخل في شهور وليست اسابيع. ولذلك يعني كان هناك نعم ولذلك كان هناك حاجه ل يعني التعامل مع دولة ذات ثقل في المنطقة ولها تفاعلات مع كل المحيط، وكانت مصر هي لاعبة هذا الدور وكانت هي اللاعب الأساسي في السلام. يعني أريد أن أشكرك، انتهى وقتنا، الأستاذ ماك شرقاوي الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من واشنطن، والأستاذ توفيق حميد الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا أيضا من واشنطن. ومشاهدينا تغطيتنا متواصلة مع حضراتكم، كنا معكم دمى الكردي وأنا رغدة أبو ليلى، وبعد قليل تلتقون بشروق وجدي وهمام مجاهد، أبقوا معنا. إذن من غزة هنا القاهرة دائما على شاشة القاهرة الإخبارية، يعني وقفات تحليلية بالإضافة إلى نشراتنا الإخبارية.